النهارده المؤتمر اللي عمله جهاز حمايه المستهلك نتج عنه مجموعه من القرارات. ايه هي؟ انا بس اسمح لي انه هو المؤتمر كان بخصوص يعني الاعلان عن بعض القرارات بالفعل تم اتخاذها في جلسه طارئه لمجلس اداره جهاز حمايه المستهلك يوم الاربعاء السابق الماضي، يعني زي ما حضرتك تفضلت قبل الهوا. بالفعل كان الحقيقه الوضع يعني غايه في الصعوبه. خلينا نتكلم بوضوح ونحاول كده بهدوء بدون انفعالات وبدون تحيزات نقول الوضع صعب للغايه. فكان لابد طبعا للجهاز كجهاز من اجهزه الدوله، وكان في توجيهات واضحه تماما من القياده السياسيه انه في يعني كل مؤسسه من مؤسسات الدوله تتدخل بكل ما تملك من اليات وادوات في تخفيف العبء عن المواطن. طبعا في الاخر المواطن هو المستهلك والمستهلك هو المواطن. فالنهارده في اطار الازمه الحقيقه يعني الرساله عن المستهلك المصري بشكل محدد يعني. فكان في مجموعه من القرارات لابد من مراجعتها، وكان في مجموعه من التدخلات الحقيقه العنيفه لاثار الازمه الاوكرانيه. الازمه طالت ابعد بكتير جدا من اللي احنا كنا ممكن نتصوره. يعني خلينا، ويمكن الحقيقه انا هراهن على انه جهاز حمايه المستهلك اصبح ليه رصيد في الشارع المصري بشكل او باخر. والمستهلك المصري بيثق في هذه المؤسسه من مؤسسات الدوله انها فعلا تعمل اولا واخيرا لصالح هذا المواطن وهذا المستهلك. لابد ان احنا نشير، يمكن الحقيقه كل الناس اتكلمت في تأثيرات الأزمة العالمية الموجودة حاليا على الاقتصاد العالمي، لكن يمكن الناس تحب تسمع ده من مؤسسة معنية بالاستهلاك بشكل خاص. أيوه. فيهمني أن أنا أقول أنه هذه الأزمة طاحنة قاسية قسوة شديدة. هنقول إيه؟ يعني أكثر الدول استقرارا اقتصاديا، بنتكلم على دول العالم ورسخة في الاقتصاد بتاعها، النهاردة وصلت المسألة انها بقت تسمح للمواطن بانه ياخد كيس عيش، ازازة زيت واحدة. صحيح، 100% صحيح. فاحنا الحمد لله لحد هذه اللحظة لم نتعرض لمثل هذا الاجراء من الدولة، بالعكس تدخلات الدولة كانت واضحة جدا فيما يخص احتياجات المواطن من السلع الأساسية والاستراتيجية. كل الشهرين اللي فاتوا الحقيقة موجهين في اتجاه واحد، الحفاظ على استقرار السوق، الحفاظ على استقرار السوق. وكلمة استقرار السوق الحقيقة كلمة فيها أبعاد كتيرة جدا جدا، وأولهم الإتاحة. قد نكون محظوظين، قد نكون بفضل ربنا وإنعامه علينا إن احنا كان في رؤية، كان في وعي، كان في تقدير جيد، مش هقول للظرف ده لأنه لم يكن على بال أي أحد طبعا إنه هو هنتعرض لأزمة زي أزمة الأوكرانية. وبعض الناس بتتصور إن الأزمة الأوكرانية إيه اللي أنت كنت بتاخده من أوكرانيا أو من روسيا. إحنا بنتكلم إن أمريكا أوسع من كده، أمريكا نسبة التضخم فيها وصلت 8%. أمريكا اللي بقالها 40 سنة محافظة على نسبة التضخم لا تتجاوز 1%، النهاردة وصلت ل 8. أوروبا بالكامل نسبة التضخم فيها تجاوز 8%، 9 واقتربت من 10. أنا يمكن أنا بتكلم بالنيابة عن المستهلك كمستهلك وكممثل للمستهلك. النهاردة الأزمة الاقتصادية العالمية أزمة غاية 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 في الخطورة، بتهدد يعني الحقيقة تلت سكان العالم بالمجاعة، عشان نكون واضحين يعني. وده وفقا لما جاء على لسان الأمم المتحدة ورئيسها. فالنهاردة احنا كنا نحافظ على ان احنا نقدر نحافظ على مجرد المرور والعبور من هذه الأزمة بأقل خسائر، ده في حد ذاته يعني هيسجل في التاريخ ان مصر تجاوزت أزمة 2022 بسلام، لمجرد إن إحنا نخرج بأقل خسائر. لا
نبحث عن مكاسب. وهذه الرسالة موجهة للجميع، ويمكن موجهة في الأساس لكل من يعمل في مجال الأعمال. النهاردة الحفاظ على تواجدك على الساحة وعبورك هذه الأزمة ده منتهى النجاح. صح. فكنا كمان بنستهدف نسب نمو، فالحقيقة ده يعني يقترب من الحلم. فالنهاردة أساس الاقتصاد كله في النهاية هو المستهلك. ليست هناك أعمال ولا صناعة ولا تجارة إلا مرتبطة بأن في النهاية في مستهلك طبعاً. عنده قدرة على أنه يمول عملية الإنتاج بعيدا عن الموارد الأخرى للدولة، حتى الموارد الأخرى للدولة السيادية زي من قناة السويس أو كده، في النهاية بتحمل بضاعة، البضاعة دي راح المستهلكين. مظبوط. فاللي عايز أقوله أن مسألة الحفاظ على المستهلك وحقوقه هي حفاظ على الاقتصاد وحفاظ على استقرار الاقتصاد، ما هياش رسالة عاطفية بيوجهها الدولة أو بيوجهها فخامة الرئيس للحفاظ على المواطن وحقوقه لمجرد تعاطف مع المواطن. لا، النهاردة احنا رهننا الكامل على استقرار الدولة مرتبط بقدرة المستهلك على الصمود والعبور مع يعني مع الظروف الصعبة دي والدقيقة لبر الأمان، واللي إن شاء الله اللي إن شاء الله هيحصل. دليل تفاؤلي مرتبط، يمكن انت ابتسمت ابتسمت على انه بقولك ان شاء الله هنعبر. انا على يقين من العبور، ليس من قناعات سماوية، لا، احنا مرينا بتجربة اكثر، يعني مش هقول اكثر قسوة، الحقيقة هي اللي احنا فيه دلوقتي هي الاكثر قسوة، لكن كان لينا تجربة في ادارة ازمة في كورونا ولم تكن يعني بالسهلة خالص ولا اليسيرة. والحقيقة مش هزايد على ما قيل واللي الناس كلها شافته، ان مصر كانت من الدول القليلة اللي تجاوزت ازمة كورونا يعني بادارة جيدة جدا. فبالتالي اصبحنا بشكل او باخر مدربين تدريب جيد على مواجهة الازمات الغير متوقعة. الازمات يعني انواع مش نوع واحد، يعني دايما الازمات بتتقسم او المخاطر بتتقسم لاربع انواع اللي هي يعني تاثيرها كبير واحتماليتها قليله، ومش عايز نتكلم في التفاصيل ده وتقل المساله. فاحنا بنتكلم على ازمه من اعلى درجات المخاطر اللي هي التاثير كبير والضرر كبير والاحتماليه كبير، يعني دايما بيقول لك probability وimpact او احتماليه وتاثير. فاحنا بنتكلم احتماليه 100%، كل حلقات التداول ارتبكت في العالم ارتبكت بالكامل، حلقات التداول بمعنى تاجر صانع نقل لوجستيات كذا، كل الأسعار تضاعفت بدرجة غير مسبوقة، وطبعا أهمهم قطاع النفط والغذاء وكذا، أن احنا عندنا أسعار هستيرية بتحصل في قطاع الغذاء وفي قطاع البترول، أسعار لم يشهدها العالم في تاريخه، مفيش جيل من الأجيال الموجودة دلوقتي شافت أزمة شبه كده، ما فيش أزمة كده. أنا مش عايز أسود الدنيا، بالعكس أنا بدأت بالنبي أقولك أنا متفائل بل على يقين إن إحنا هنعبر بإذن الله الأزمة، وده مش من منطلق غير إن أصبح في كوادر بتدير أزمة بشكل جيد في مصر، لكن لابد إن إحنا نكون عندنا تقدير إنه هيكون الوضع الحالي الأقل خسارة هو الرابح، الرابح ولا يخرج بأقل الأضرار، أقل خسائر ممكن. هل بنتكلم عن حد حتى المستهلك الخروج بأقل الأضرار هو مكسب. الدولة كانت محددة استراتيجيتها من البداية، أهم حاجة فيها أن الدولة تتحمل العبء الأكبر، والحقيقة الدولة ضخت في خلال شهور قليلة، في أقل من 3 شهور، مبلغ خرافي أكتر من 130 مليار جنيه. هتقول جات منين؟ نرجع تاني أنه كان فيه قيادة واعية وكان في تخطيط واعي، انك انت قدرت رغم أزمة كورونا توفر في موازنة السنة اللي فاتت حوالي 180 مليار، وكأنك عارف، الله أعلم قد يكون صانع قرار يعلم ويرى ما لا نرى، بدليل ان النهاردة كان عنده احتياطي يقدر يصرف بيه. هل فقط ده هو الآلية؟ لا، هنا بنرجع لكل الأجهزة وازاي تساعد وازاي تشتغل كل في اختصاصه على تقليل الضرر قدر المستطاع. ولما نقول تقليل الضرر يبقى في ضرر، ولابد ان احنا نتعامل، لان انا عليا مسؤولية توعوية،
مش هنضحك على الناس، السنة دي قاسية إلى انتهاء الأزمة اللي لا يعلم أحد متى ستنتهي، هي قاسية، وعلينا أن احنا نتعامل وفق ما يسمى فقه الأولويات. حلو، فقه الأولويات. الآن علينا جميعا أن نراجع ما نحتاج مقابل ما نريد، ويمكن أيوة. ما نحتاج مقابل ما نريد، والتوقيت حاليا هو أن نلبي ما نحتاج. ما نحتاج، ولو عندنا فائض مما نحتاج لا نضعه فيما نريد. أرجوك اتقل عليه شوية، ما تصرفش. لو سمحت ارجع كده وحطه وخليه، لو عايز تعيد استثماره عيد استثماره، تبقى شاطر جدا لو قعدت استثماره بشكل شرعي، انك انت تساعد. وفي الاخر اتمنى ان كل واحد فعلا يقدر يمارس يعني، او يقدر ينمي استثماراته بما يعني يعود بالمنفعة على الدولة بشكل عام. صحيح.